بالريسورس السكشن تبع هذا الفيديو غير تلاقوا تو HTML files، واحد اسمه ال index.html والتاني اسمه ال about.html. فخلينا هذول نعملهم copy و paste وخلينا نحطهم بالمشروع تاعنا جوا الريسورسز. فخلينا اول اشي انه نعمل زي هيك، خلينا نحطهم جنب بعض بحيث انه احنا بسهولة نقدر نعمل الكوبي والبيست. وهون بدي احطها جوا الريسورسز، فبدي امسك الindex.html بدي احطها جوا الريسورسز. برضو كمان اعطانا ايرور، بنرد مرة تانية بنحطها جوا الريسورسز وبنحط الريفاكتور. فهيك احنا بنكون ضفنا الindex.html، وخلينا نضيف كمان الabout.html ونحط الريفاكتور زي هيك. فهيك احنا بنجيبهم بنحطهم بالمشروع تاعنا. فهلا صار في عنا تو اندكس او تو HTML files. طبعا هذول الفايلز هم عبارة عن ويب سايت بسيط انا سويته بحيث انه احنا نتعلم اساسيات السيلينيوم. فاحنا لو بدنا نيجي نكبس رايت كليك على الindex.html، نيجي على الاوبن ان، وفي اشي اسمه البراوزر جوا الانتليجة، وخلينا نحط الكروم. فبهاي الحالة غير نشوف الموقع تاعنا، هو عبارة عن موقع سيمبل احنا بنقدر نستخدمه. وكمان بنقدر نروح على الاباوت بيج ونكبس كبسة عليه، ياخدنا على الاباوت بيج ونكبس باج. فهذول هم التو بيجز. طبعا من خلالهم احنا راح نتعلم التشيك بوكسز، راح نتعلم منهم الراديو بوتونز، راح نتعلم منهم الدروب داون اذا كان في اشي هيدن، اذا كان في اشي الويتنج والتايمينج والقصص هاي كلياتها. برضه كمان راح نتعلم الدراج اند دروب احنا من خلال برضه كمان الرايت كليك وكثير شغلات، والفوكس اند بلور. فكل هاي الشغلات احنا راح نتعلمهم او راح نشوفهم احنا بالبيسكس تاعت السيلينيوم. ولكن اول خطوه لازم نسويها اللي هي انه نحاول نفتح فايل. هلا احنا شفنا باستخدام السيلينيوم لما احنا اجينا هون على الجيت الميثود، احنا شفنا احنا حطينا لينك لموقع، ولكن احنا ما بدي لينك لموقع، انا كيف بدي افتح فايل معين اللي هو الindex.html اللي موجود عندي. كيف نقدر نسويه باستخدام السيلينيوم؟ فخليني اعمل نيو ونيجي نحط كلاس open html file زي هيك، خلينا نسميه، وخلينا نعمل زوم. ومرة تانية بدي ارد اكرر، بعرف انه احنا عم نكرر ولكن اولها خلينا نكرر حتى تربط الاشياء براسنا. خلينا نحط الويب درايفر مانجر، خلينا نحط دوت كروم درايفر دوت السيت اب، وبعدين بدنا نحط الويب درايفر درايفر ايكوال نيو كروم درايفر زي هيك. وحكينا اخر اشي بدنا نستخدم الدرايفر دوت جيت، وهون احنا بدنا نحط اللينك تاعنا. ولكن هلا احنا ما عندنا لينك، احنا بدنا نستخدم فايل. فاحنا بنحط فعليا الفايل وبنحط النقطتين فوق بعض وبنحط التنتين فورورد سلاش، لانه احنا بدنا نفتح فايل لوكالي. هلا ايش هو الفايل اللي نفتحه؟ لازم نيجي على الindex.html، نكبس رايت كليك، نكبس كوبي الباث. وهالمره لازم ناخذ الابسولوت باث. ليش؟ لانه احنا هذا الباث راح يكون بالمقارنه للبراوزر تاعنا مش للمشروع تاعنا. فاحنا البراوزر راح يدور على هذا الباث ويفتحه. فعشان هيك خلينا نعمل كوبي للابسولوت باث ونحطه بيست. فغير نشوف حتى لو كان عندكم ثلاثه زي هيك، بعد ما نحط باث عادي بالماك، ولكن لازم تحطوا الابسولوت باث كامل. وذاتس ات، حطينا الفايل بدل ال HTTPS وحطينا اللوكيشن الابسولوت لوكيشن تبع الفايل تاعنا. فهل لما احنا نيجي نكبس رايت كليك ونيجي نكبس رن، المفروض انه يفتح الكروم براوزر ويفتح لنا الindex.html فايل تاعتنا. فزي ما انتم شايفين هون فتح لنا الفايل تاعنا بشكل طبيعي، وهذا الاشي اللي احنا راح نستخدمه بالفيديوهات الجاي. فاحنا راح نضل نستخدم هذا الفايل حتى انه احنا ندخل بالمشروع ونعمل مشروع كامل باستخدام كيو اي كارت ويب سايت. فخلينا نبدا بالاساسيات ونتعلم اساسيات السيلينيوم باستخدام هذا الموقع.